كيف حالكم يا شباب؟ أي استفسار قبل ما نبدأ؟ الحمد لله بخير، جزاكم الله خير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا توقفنا في اللقاء الماضي عند اتخاذ القرارات في المحاسبة الإدارية، وبدأنا بأول قرار هو القرار الشراء أم الصفقة. أشتري المنتج من مورد خارجي ولا أصنعه؟ وقلنا المعيار اللي أنا هستخدمه في الشراء أو الصنع تكلفة الشراء كام وتكلفة الصنع كام. يبقى أنا لو اشتريت هيكلفني كام، ولو صنعت هيكلفني كام، وبناء عليها اقول والله الشراء افضل لو هو اللي تكلفته اقل، او الصنع افضل لو هو اللي تكلفته اقل. واتفقنا قلنا الشراء او الصنع. يبقى انا مشكلتي مش في الشراء، لان الشراء المبلغ بتاعه محدد وواضح. امال مشكلتي الاساسيه في مشكلتي الاساسيه في الصنع مشكلتي الاساسيه في الصنع ازاي احدد تكلفة الصنع؟ ازاي احدد تكلفة الصنع؟ فتكلفة الصنع قلنا اللي هيدخل فيها التكلفة الملائمة. اللي هي ايه التكلفة الملائمة؟ التكلفة الملائمة هي التكلفة المرتبطة بتصنيع المنتج. لو صنعت المنتج هتحمل التكلفة، ما صنعتش المنتج مش هتحمل التكلفة. مش بس المواد، المواد والتكاليف المتغيرة. المواد والتكاليف المتغيره، ايوه، مواد واجور وكمان تكاليف صناعيه غير مباشره متغيره. يعني مثلا مثال تاني هو على قرار الشراء ولا الصنع. واللي ترغب احدى المنشات الصناعيه في انتاج الجزء سي، يعني انتاجه يعني تصنيعه، الذي يمثل احد المكونات الرئيسيه للمنتج النهائي عين. حيث ان المنشاه تقوم في الوقت الحالي بشراء هذا الجزء من احد الموردين المتخصصين بسعر 10 ريال. يعني الشركة دلوقتي بتشتري المنتج ده بسعر 10 ريال للقطع من مورد خارجي، يبقى السعر ده سعر التوريد هو محدد وواضح، مش عايز كلام. اللي طلب منك بصفتك المحاسب الإداري للمنشأة دراسة تحليلية بغرض المساعدة في اتخاذ قرار المفاضلة ما بين إنتاج هذا الجزء أو الاستمرار في شرائه من الموردين. يعني اشتري ولا استمر في شرائه ولا اصنعه؟ قال لي اذا علمت ان هناك راس مال يكفي لتمويل عمليه الانتاج، وعندي طاقه عطله غير مستغله، عندي راس مال يكفي لتمويل عمليه الانتاج وعندي طاقه عطله غير مستغله. يعني معناها ان التكلفة رأس المال مش هتكلف رأس المال، عندي الالات وعندي اللي هي الوقت وكل شيء. طيب تكلفة الوحدة كام؟ انا عايز 50,000 وحدة. قال لي كل وحدة هتكلفك مواد مباشرة 3 ريال، يبقى 3 في 50 ب 150,000، اجور مباشرة 2 ريال، 2 في 50 ب 100,000، تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة 1.4 ريال في 50 ب 70,000، تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة مخصصة 8 في 50 ب 40,000، الإجمالي 7 ريال و2. طبعا هي الرقم مبدئيا خلاص، يبقى الصنع أفضل لأن هو حتى الإجمالي أقل من السعر المعروض من المورد. لكن هنا لو جبت لك نفس السؤال ده وقلت لكم ما هي التكلفة الملائمة التي يتم استخدامها في المقارنة مع مورد خارجي، ما هي التكلفة الملائمة للصنع؟ يعني تكلفة الوحدة، تكلفة صنع الوحدة كام؟ هنيجي نقول هي فين الملائم هنا؟ الملائم المواد المباشرة لأنها كلها متغيرة، والأجور المباشرة كلها متغيرة، والتكاليف الصناعية غير مباشرة اللي هي 1.4، يعني 3 زائد 2 5، 5 و 1 6.4. يبقى المفروض التكلفة بتاعت الوحدة لو صنع مش 7.2، لا 6.4. وطبعا التكلفة هنا
اقل من تكلفه الشراء اللي هي 10، يبقى القرار بتاعي ايه على طول؟ الصنعه اكتر. يبقى في الحاله ديت بقول له التكلفه الكليه 7.2، لكن اللي هيدخل عندي فقط في الصنع الثلاثه والاثنين والواحد واربعه من عشره، يبقى الثلاثه ب 50 الف وحده ب 150 الف، اثنين في 50 الف وحده ب 100 الف، واحد واربعه من عشره في 50 الف وحده 70 الف، اجمالي تكلفه الصنع 320. طب لو انا اشتريت قال لي الوحده ب 10، 50 الف في 10 ب 500 الف، يبقى معنى كده لو انا صنعت الصنع يكلفني 320 الف الف ريال، ولو اشتريت يكلفني 500 الف، يبقى اذا على طول الصنع افضل لانه هيوفر لي 180 الف ريال، لان لو صنعت هوفر 180 الف ريال. طبعا لو جبت لك كده، قلت لك لو الشركه اتخذت قرار الصنع، ما هو الاثر على قائمه الدخل؟ على طول تقول لي الاثر على قائمه الدخل وفر او تخفيض التكاليف ب 150 الف. طب ما هو الاثر على قائمه الدخل لو انا اشتريت؟ لو انا اشتريت يبقى ادفع 500، والمفروض كنت اكلفه بس 320، يبقى في حاله الشراء هتكلف زياده 180 الف. واضح يا جماعه؟ طبعا. تمام. معنى كده ان في عوامل ايضا لازم اخدها في اعتباري لما اجي افاضل بين الشراء والصرف، منها حدود الطاقه المتاحه للمنشاه، اسرار الصناعه، يعني عندي طاقه متاحه ولا لا، اسرار الصناعه يعني معناها ايه؟ معناها عندي قدرة ان انا اعرف ان اصنع المنتج بالجودة المناسبة ولا لا. طيب المواد الخام اللي هشتريها اقدر اراقب عليها واجيبها بجودة عالية ولا لا. المخاطر الناتجة عن الاعتماد على مصدر وحيد، لو انا كنت بعتمد على المورد فقط ففي مشكلة. القدرة ايضا التمويلية للشركة.
الو، السلام عليكم. معلش يا اسف يا جماعه، في كان في مشكله في الصوت كده. الصوت واضح؟ الصوت كده واضح؟ تمام. بنتكلم تاني في الجزء الخاص، بنتكلم تاني في الجزء الخاص بالشراء ام الصنع. في حاله الشراء او الصنع، الصنع هنا برضه هيكون في عندي مجموعه من العوامل بتحدد لي اصنع ولا لا. من ضمنها عندي عمالة فنية تقدر تدرب وتقدر تصنع ولا لا؟ هل عندي قدرة تمويلية اشتري المواد الخام من المصادر المناسبة بالجودة العالية ولا لا؟ نفس الكلام الأثر على الموظفين أو العاملين عندي، لما يلاقوني هشتري المواد دي جاهزة أو هشتري المنتج جاهز، يبقى أنا هضطر أستغني عن مجموعة من العمال، فبالتالي الأثر النفسي عليهم هيبان. القرار الثاني اللي احنا عايزين نتكلم فيه هو قرار الاستمرار في الانتاج ام التوقف. الاستمرار في الانتاج ام التوقف يعني ايه؟ يعني في بعض الاحيان الشركة بتجد ان السوق غير مناسب في الوقت الحالي، بنحقق فيها خسارة، فنيجي بعد كده نقول الله، طيب ما ايه رأيكم ما نقفل المصنع ونقفل الشركة دي فترة، ممكن تبقى سنة، ممكن تبقى شهرين، ممكن تبقى سنتين، على حسب الوقت الغير مناسب، على ما الوقت ده يعدي، وبعد كده نيجي تاني ونفتح المصنع بتاعنا. يبقى الشركة بتواجه في بعض الأحيان مشكلة المفاضلة ما بين الاستمرار في الإنتاج مع تحقيق خسائر أو التوقف المؤقت عن النشاط. التوقف المؤقت ده بيختلف عن التوقف النهائي، وبناء عليها مثلا هتوقف مؤقتا ليه؟ مش قادر اغطي التكاليف، مفيش قدرة على استغلال الطاقة المتاحة، تاكل رأس المال، ارتفاع التكاليف، دي كلها توقف نهائي. اما التوقف المؤقت، توقف نهائي معناها ان انا بصفي المشروع بقفله خلاص مفيش مشروع. اما توقف مؤقت معناها ان انا اتوقف عن الانتاج فترة لحين إعادة ترتيب الهيكل التمويلي أو الهيكل المالي لحد ما الظروف تبقى أفضل. زي مثلا لما نيجي مثلا نعمل بعض الإصلاحات في بعض الطرق وبعض المشاريع الخاصة بالصرف بالمياه بالكهرباء، وياخد مننا وقت كبير، فالمحلات اللي موجودة والشركات اللي فاتحة في الشارع ده هتجد إن في صعوبة إن العملاء هيجولها، يقول لك طب ما نقفل سنة ولا سنة ونص ولا لحد ما المشروع ده ينتهي ونرجع تاني للنشاط. طب هنيجي هنا بقى، القرار بتاعي هل استمر في الانتاج ولا اتوقف؟ هنبدأ نسأل لنفسنا السؤال، هو انت لو استمريت في الانتاج بتخسر كام؟ ولو توقفت مؤقتا هتخسر كام؟ اللي خسائره اقل هو اللي هستمر فيه، اللي خسائره اقل هو ده اللي هستمر فيه. يبقى هل الاستمرار في الانتاج ولا اتوقف توقف مؤقت؟ طيب مثال عليه، احدى المنشآت الصناعيه تتعرض لخسائر متكرره، حيث انها تعمل فقط عند 50% من الطاقه. طب هتقول طب ما تشتغل 100%، لو اشتغلت 100% مش هتعرف تصرف الانتاج بتاعها، فهي شغاله عند 50% لان السوق ما يستوعبش اكتر من كده. وعملت قائمه الدخل بتاعها كمالي، كل ده معتقد بالك. ايراد المبيعات هي بتبيع 40,000 وحده، الوحده ب 20 ريال يبقى 40,000 في 20 ب 800,000. هنشيل منها تكلفه المبيعات، تكلفة متغيرة وتكلفة ثابتة. تكلفة متغيرة 40,000 وحدة، الوحدة تكلفته متغيرة 12,480، تكلفة ثابتة 500,000، كل ده معطى. إذا إجمالي التكاليف 980 وإجمالي الإيراد 800، يبقى هي بتحقق خسائر 180,000. فعشان كده بدأت تفكر نقفل المصنع مؤقتا. يبقى التفكير في إقفال المصنع يبدأ إمتى؟ لو بدأت أحقق خسائر. الشركة دلوقتي إيرادها 800 وتكاليفها 980، يعني كده إنها بتخسر 180,000، بتخسر 180,000.
بدأت تفكر الشركة ترغب المنشأة في المفاضلة ما بين الاستمرار في الإنتاج. لو استمرت في الإنتاج هتستمر في خسارة 180,000 كل سنة، أو التوقف مؤقتا، نقفل بطريق في وقت معين وبعد كده نفتح تاني، علما بأن التكاليف الثابتة التي لا يمكن تجنبها في حالة التوقف المؤقت 200,000. يعني الشركة في تكلفة ثابتة هتتحملها، أنتجت ما أنتجتش هتتحملها بكام؟ ب 200,000. التكاليف دي عبارة عن إيه؟ تكاليف صيانة آلات ومباني وإيجار ورواتب موظفين. في كل الأحوال هتحمل المبلغ ده. طب نيجي بقى هنا نقارن، إيه رأيكم؟ الشركة النهاردة لو توقفت متوقف مؤقت هتخسر 200,000 اللي هي التكلفة الثابتة، ولو استمرت في الإنتاج هتخسر 180. إيه رأيكم؟ أخسر 180 ولا أخسر 200؟ هتقولي لا ده ولا ده، إحنا عايزين نكسب. لكن لما يكون قدامنا البديلين الاتنين خسائر بختار الأقل خسارة. لا، إزاي أتوقف مؤقت؟ ما أنا لو توقفت مؤقت هخسر 200، ولو استمريت في التشغيل هخسر من قائمة الدخل اهوت 180. فلما يكون قدامي بديلين الاتنين خسارة، يبقى المفروض اختار الاقل خسارة. الاقل خسارة هو الاستمرار، لان لو انا استمريت هخسر كل سنة 180، لكن لو انا توقفت هخسر 200. طب هسألكم سؤال تاني، احنا اتفقنا قلنا هنا القرار الاستمرار. طب لو قلت لكم كده الشركة قررت التوقف مؤقتا، ما هو الأثر على قائمة الدخل؟ لو الشركة قررت التوقف المؤقت، ما هو الأثر على قائمة الدخل؟ نقول له على طول على قائمة الدخل هتزيد خسائري 20,000. هتزيد خسائري 20,000. ليه؟ لأنه لو أنا استمريت في الإنتاج بخسر 180، ولو توقفت مؤقتا أخسر 200 اللي هي التكلفة الثابتة اللي أتحملها في كل الأحوال. معنى كده لو توقفت مؤقتا خسائري هتزيد 20,000. يبقى معنى كده المحاسب المفروض بينصح الشركة بالاستمرار في الإنتاج وعدم التوقف. ليه يا عم؟ لأن التوقف هيزود الخسائر بمبلغ 20 زيادة ب 20,000. واضح يا جماعة؟ يبقى لما يكون قدامي حالتين، أستمر ولا أتوقف، لازم أحسب. هو أنا لو استمريت ال 200,000 هو قايلها لي، ما هو علما بأن التكلفة الثابتة التي لا يمكن تجنبها في حالة التوقف المؤقت 200,000. يبقى ال 200,000 ديت هو قايلها لي ان دي عبارة عن تكلفة ثابتة لا يمكن تجنبها. يبقى في الحالة ديت لو انا توقفت هتحمل كل ال 200. نعم نقطة. ولو استمريت هخسر 180. يبقى في الحالة دي اقارن اخسر 180 ولا اخسر 200. بقول في كل الاحوال انا عايز اكسب، لكن لو الاثنين خسارة يبقى الاقل خسارة 180. لكن لو اتخذت القرار بالتوقف يبقى معناها خسائري هتزيد 20,000. تمام. طب المحاضرة اللي بعدها خاص بتسعير الطلبيات. المحاضرة اللي بعدها القرار اللي بعده تسعير الطلبيات الخاصة. يعني ايه تسعير الطلبيات الخاصة؟ باختصار كده شركة دلوقتي بتبيع المنتج بتاعها في السوق ب 100 ريال، وبتشتغل بجزء من الطاقة بتاعتها. جالها عميل قال لهم انا عايز 1000 وحدة، 2000، 3000، بس مش هاخدهم ب 100، هاخدهم ب 60. يبقى دي طلبية خاصة، عميل جه مباشرة للشركة وطلب منهم ان يحصل على منتج الشركة بس بسعر 60، مش بسعر 100، مش بسعر السوق.
اوافق ولا ارفض؟ قال لي لازم تكون عندك بقى هنا عدة شروط نقول فيها امتى توافق وامتى ترفض. لو انا عندي طاقة متاحة او طاقة عطلة تسمح لي بانتاج الكمية اللي هو عايزها اوافق. اتنين تاني بقول شركة بتبيع المنتج بتاعها في السوق ب 100 ريال. جالها عميل وطالب طلب خاص، عارض عليهم عرض خاص. قال لهم انا عايز منكم 1000 وحدة بس مش هاخدهم ب 100، هاخدهم ب 60. سؤال اوافق ولا ارفض؟ قال لي توافق او ترفض بناء على عدة حاجات. واحد، هل عندك طاقة عطلة ولا لا؟ لو عندي طاقة عطلة استغلها في الانتاج يبقى اوافق. اتنين، هو انت لو وافقت ان انت تبيع له الكمية اللي هو عايزها بسعر 60، ما هو رد فعل العملاء اللي في السوق الآخرين اللي بيشتروا منك البضاعة ب 100؟ اللي بيشتروا البضاعة ب 100، لو لقيت العملاء الآخرين اللي بيشتروا البضاعة ب 100 مش هيشتروها ويطالبوا هما كمان ياخدوا البضاعة ب 60، لا مش موافق. الأهم، هل السعر المعروض يغطي تكلفة المتغيرة ولا لا؟ شوفوا كده المثال اللي جاي، شوفوا المثال اللي جاي. تلقت إحدى المنشآت عرض من أحد عملائها لشراء 8000 وحدة بسعر 15 ريال. عميل جالي مباشرة وقال لي عايز منك 8000 وحدة بس الوحدة هدفع فيها فقط 15، ده العرض بتاعه، في حين ان سعر بيع الوحدة في السوق 24 ريال. ببيع الوحدة الواحدة ب 24 ريال، والطاقة الانتاجية للمنشأة 30000، مستغل منها حاليا 70%. تاني، عندي طاقة 30000 مستغل منها 73%، يعني بنتج حاليا 21000، يعني عندي طاقة عطلة قد كام وحدة؟ 9000 وحدة. تاني، الطاقة بتاعت الكلية 30000 وحدة بستغلها دلوقتي 70% بس، يعني بنتج حاليا 21000 وحدة ببيعهم في السوق ب 24 ريال. معنى كده ان الالات اللي عندي فيها طاقة عطلة 9000 وحدة. جت منين؟ مش انا عندي طاقة تنتج 30000 لكن اللي بنتجه دلوقتي فقط 21، يبقى انا عندي طاقة عطلة تقدر تنتج لي 9000 وحدة. العميل طالب 8000 بس في حدود الطاقة العطلة اللي عندي، نعم مبدئيا انا موافق. الاهم من كده ايه؟ السعر اللي عرضه كان 15، لازم اقارنه بالتكلفة المتغيرة. قال لي المهم التكلفة الثابتة 84000، وطلب منك كمحاسب اداري المشورة بخصوص قبول او رفض هذا العرض الخاص، علما بأن التكلفة المتغيرة للوحدة 13 ريال وأن قبول العرض لم يؤثر على سعر الوحدة في السوق. يعني ال 21000 وحدة اللي أنا ببيعهم في السوق ب 24 ريال مش هيعرفوا إن أنا بعت 8000 وحدة لأحد العملاء ب 15. تاني حاجة، عندي طاقة عطلة تكفي لتصنيع 8000. ثالث حاجة وأهم حاجة، هو العميل ده عارض عليا ياخد الوحدة بكام؟ ب 15، والوحدة بتكلفني متغير كام؟ 13. أكبر ولا أقل؟
اكبر بكام؟ بريالين. احنا لسه قايلينها دلوقتي، الطاقه كلها عندي 30,000 لكن مستغل 70%، فبنتج 21,000 من الاجمالي الطاقه اللي هي ال 30. يبقى انا عندي كده طاقه اطلع 9 ب 30 ناقص 21. ها واضحه؟ تمام. السعر اللي عرضه العميل 15، والوحدة عندي بتكلفني متغير 13، يبقى ال 15 ناقص ال 13 يعني أنا هكسب عن كل وحدة ريالين، وهو عايز كم وحدة؟ 8,000 وحدة. يبقى العرض الخاص ده لو أنا قبلته هيكسبني كام؟ هيكسبني ال 8,000 ضرب 2 يكسبني 16,000. برافو عليك. تمام. ليه 16,000 تاني؟ لأن العميل عارض يشتري مني الوحدة ب 15، وهي متغير عندي 13، فبيكسبني كل وحدة ريالين. في 8,000 وحدة ب 16,000 ريال. ب 16,000 ريال. تمام. يبقى في الحالة دي أقبل ولا أرفض؟ لازم أقبل. طيب خد بالك بقى كده، علشان إيه؟ نأكد اللي إحنا قلناه، عشان نأكد اللي إحنا قلناه لازم أعمل قايمة دخل قبل، أو قايمة دخل بدون قبول العرض، وقايمة دخل بفرض قبول العرض. بدون العرض إيراد مبيعاتي 504,000، جه منين؟ ال 21,000 وحدة في 24 ريال. تكلفة المتغيرة 273,000، جت منين؟ ال 21,000 وحدة ضرب 13 ريال. يبقى هامش المساهمة الإجمالي إيراد المبيعات ناقص تكلفة المتغيرة 231,000، هامش المساهمة. أشيل منها التكلفة الثابتة 84,000 اللي بتحملها في كل الأحوال، يبقى حاليا بدون قبول هذا العرض انا كسبان 147,000. طيب لو انا قبلت العرض، العرض الجديد اهو بقى، هبيع له 8,000 وحده بسعر 15. ال 8,000 ضرب 15 مش فاهم يعني ايه ذكرنا الهامش بدون الهامش. انا 100 العرض الجديد 8,000 وحده ب 15 ب 120. تمام. و 8,000 وحده ب 13 104، ومفيش تكلفه ثابته لان التكلفه الثابته هتحملها في كل الاحوال. اهو العرض الجديد كسبني 16,000. احنا نقدر نوصل لل 16 ده فعلا، قلنا بطريقه ثانيه. اللي هي الطريقه الثانيه، انا العرض اللي جاي لي 15، وسعر والتكلفة المتغيرة لواحدة 13، يبقى كل وحدة فيها زيادة ريالين، وهم 8,000 وحدة يبقى 16,000 ريال. طيب الإجمالي بقى بعد قبول العرض، نجمع الاثنين مع بعض، هلاقي لو أنا قبلت العرض هكسب 163,000، ولو رفضت العرض هكسب 147,000. يعني معناها قبول العرض هيزود لي ارباحي في 16,000. نعم، من غير الجدول ده كله ممكن احل. تمام. بس السؤال اللي هيجي لي، واحد اقبل ولا ارفض؟ هنقول اقبل. تاني حاجه هقول لكم المكسب او الخساره من العرض الخاص كام؟ تروح قايلين لي 16,000. ده بس المطلوب منكم. اعتقد سهل. التكاليف الثابتة ما بحسبهاش في العرض الجديد. ليه؟ لأن التكلفة الثابتة في كل الأحوال هتحملها. قبلت العرض ما قبلتش العرض أنا متحمل كل تكاليفي الثابتة. ما أدي الأسئلة أهي. أمال إحنا بنقول إيه بس يا جماعة؟ ده السؤال ممكن يجي بالطريقة دي. هجيب لكم سؤال زي ده، أدي نص السؤال ده السؤال وأقول لكم هنا أقبل ولا أرفض؟
لي هنا اقبل ولا ارفض يا ابراهيم؟ لما اجيب السؤال نفس السؤال كده واقول لك ايه رايك، الشركه تقبل العرض ولا ترفضه؟ تمام، تقدر، جميل. طيب لو قبلت العرض مش هحتاج اعمل جدول ولا اي حاجه، لو قبلت العرض من اللي قدامنا اهو، ها مكسبها كام؟ مكسبها ريالين عن كل وحده، لان الوحده عايزها ب 15 وهي مكلفاني متغير 13، فانا بكسب منها ريالين في 8000 وحده ب 16000. يا جماعه ما تشغلوش بالكم بالجدول، الجدول ده بيقول لي الحل ازاي بالتفصيل، لكن الجدول ده مش محتاج، انسى الجدول تماما، اشتغل على المثال ده فقط والطريقه اللي احنا حلينا فيها. اعتقد واضح. العرض الجديد دايما ماليش علاقه بالتكلفه الثابته. تمام كده. تمام. سيبك من الاختبار يا يحيى دلوقتي، كم سؤال عملي وكم سؤال نظري والكلام ده، ان شاء الله في النهايه هقول لكم على كل حاجه. ما تقلقوش. هنقف عند الجزئية ديت، والمرة الجاية إن شاء الله نكمل عليها من أمثلة تانية أيضا على قبول أو رفض العرض الخاص. جزاكم الله خير جميعا. الأمور إن شاء الله سهلة، وطالما بتحضروا معايا اللقاء ان شاء الله مش هتلاقوا اي مشكله في الاختبار باذن الله. يبقى كل اللي بعمله بشوف السعر اللي عرضه العميل كام، اهو السعر اللي العميل عرضه 15 والوحده بتكلفني 13، على طول اقبل. طب مكسبي في الوحده كام؟ ريالين. وهو عايز كام وحده؟ 8000. يبقى مكسبي 16000، ولا لك علاقه ببقيه الارقام في اي حاجه. اعتقد كده بقت اسهل بكتير. اعتقد كده بقت اسهل بكتير. تمام، جزاكم الله خير جميعا. اي استفسار يا جماعه؟ اي استفسار؟ ايه السؤال في اخر المحاضره؟ اهو اخر محاضره حليناها في اللقاء الماضي. ايه السؤال؟ الشراء من هنا كان بيقول الشراء ولا الصرف. اتفقنا في المطلوب الثاني، قال لي لو حضرتك اشتريت تقدر تستغل الطاقة اللي عندك في منتج تصنعه ويكسبك 45. طب لو انا صنعت مش هقدر انتج المنتج ده، يبقى معناها ضيعت على نفسي 45000 ريال. يبقى في حالة التصنيع، في حالة التصنيع هيبقى تكلفتي 330، وكمان في ربح ضاع عليا اللي هي تكلفة الفرصة البديلة 45، يبقى كأن الصنع مكلفني 375000 والشراء مكلفني 350، يبقى الشراء أفضل. طريقة تانية، خلي التصنيع زي ما هو 330، لو أنا اشتريت هقدر اصنع المنتج اللي هيكسبني 45، يبقى انا هدفع النهارده للمورد 350000 وهيجي لي مكسب 45 يخفض لي التكلفه، يبقى كان التكلفه الفعليه اللي تحملتها في الشراء 305، لان التكلفه الفعليه اللي تحملتها في الشراء 305 والتصنيع كان 330، يبقى برضه الشراء. يبقى تكلفة الفرصة البديلة يا إما أضيفها على تكلفة الصنع يا إما أطرحها من تكلفة الشراء. وضحت؟ طيب تمام.
لو في اي حاجه برضك اسالوني عليها اللقاء القادم ان شاء الله. عفوا، اشوفكم على خير باذن الله.